أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا، من أرضية ميدان الوثبة، من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج في هذه الفعالية، فعالية جائزة زايد التراثية. تابعت ويانا الشوط الأول، والشوط الأول ذهب مع الواصلة للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. سلام يا ند الشبه سلام. ها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني مخصص للحجايج الجعادين. مباشرة نسير بكم على مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول في هذه اللحظات. مزاحم للسيد مصبح بن محمد بن سالم الدرعي على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني مروح للسيد بطي بن سعيد بن عيلان المهيري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف اللي على المركز الثالث رعد للسيد حميد بن عمر بن بخيت المنصوري، وفي المركز الرابع، المركز الرابع وليف للسيد جاسم بن سالم بن علي الغيلاني، وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المركز الخامس غريب للسيد سالم بن سعيد بن منانة الاجتبي، وفي المركز السادس، المركز السادس اللي على المركز السادس في هذه اللحظات ملبي للسيد سالمين بن مبارك بن طماطم العامري، وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي على المركز السابع في هذه اللحظات الخروف للسيد حمدان بن محمد بن سالمين العامري، وفي المركز الثامن، المركز الثامن اللي على المركز الثامن شامان، ولا نشوف المركز الثامن من الجانب الثاني، من الجانب الثاني للسيد مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع الذيب للسيد سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، وفي المركز العاشر سلهود للسيد حمد بن عبد الرحمن بن علي الزعابي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام التسلل طرى وجرى على المقدمة من قبل، نشوف اللي على رعد، رعد ودنت رعود رعد على أرضية ميدان الوذبة، حميد بن عمر بن بخيت المنصوري مع رعد على المقدمة، مروح للسيد بطي بن سعيد بن عيلان المهيري بيروح، والمرواح زين صوبها للعين، مدينة الخضرة مدينة الجمال يا بن عيلان يا المهيري ركز. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث هنا ملبي للسيد سالمين بن مبارك بن طماطم العامري. يا سلام يا رعد، رعد على المقدمة، رعد لا زال مسيطر ومروح إلى حق رعد، رعد على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا رعد للسيد حميد بن عمر بن بخيت المنصوري، المنصوري متجه إلى خط النهاية وإلى ميدان العبور إلى هالي السلعة. يا سلام يا هالي السلعة، أسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين. سلام سلام عليكم يا أهل السلع، مساء الخير على هذا الأداء الذي قدمه رعد هنا في جائزة زايد التراثية. حميد بن عمر بن مخيت المنصوري مع رعد خط النهاية يتراقص حبا وشوقا لاحتضان رعد على هذا الإنجاز، على هذا الانفراد. تهانينا للسيد حميد بن عمر بن بخيت المنصوري على فوز رعد بالمركز الأول. المركز الثاني الوسمي للسيد حمد بن حميد بن منصور الدرعي. المركز الثالث، المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث، الخروف للسيد حمدان بن محمد بن سالمين العامري. المركز الرابع مروح للسيد بطي بن سعيد بن عيلان المهيري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذي وصل في المركز الخامس
متعب للسيد محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي. هذه النتيجة وشاهدت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، ها هو رعد التوقيت الأفضل في هذا المساء تحت أقدام رعد بعدما تجاوز لوعة الأربعة كيلومتر في زمن وقدرة 5:50 جزئين من الثانية. تهانينا من الأعماق لمالك رعد حميد بن عمر بن بخيت المنصوري، سلام يا أهل السلع، سلام يا أهل الغويفات على هذا الأداء المتميز الذي وصل في المركز الثاني. الوسمي في المركز الثاني 5:53 بالوفا بالتمام. تهانينا للسيد حمد بن حميد بن منصور الدرعي، سلام يا أهل القوع، سلام، الذي وصل في المركز الثالث. المركز الثالث الذي الخروف وصل على المركز الثالث 5:53 من الثانية. تهانينا للسيد حامد بن محمد بن سالمين العامري، سلام يا أهل العين، سلام، تهانينا للجميع والناموس على هذا الأداء المتميز في هذا الحضور المتميز. والكلمة الآن تذهب إلى الزميل سالم بن علي الحبس.